ممكن نعرف شنو اللي حققته، شلون بدت هوايتك من الصغر، شنو العمر اللي يعني بدت هوايتك به لهذا هاي الشغف بالسيارات؟ يعني المعروف هو اساس رياضه السيارات هو الكارتينج، اللي من عنده تبدي كل تقسيمات رياضه السيارات. لكن هو مو غلط انه واحد يبدا بهاي الرياضه، كل ما تبدي من وقت او كل ما تبدي من وقت ابكر افضل، حتى على اساسه تتعلم هواي المهارات، موضوع السيارات وشون تصير وشنو اللي ينشغل عليها. انا بلشت بعمر يعني مو عمر صغير، يعني انا بلشت من قبل تقريبا 10 سنين، بعمر تقريبا 24 سنة بلشت بيها. بدت القصة بالمشاهدة، كنت اتردد على الأردن وهم واصلين بموضوع السيارات والسباقات، وعندهم اكثر من ايفنت بهاي القصة. فمن عندها يعني بدت القصة، وصار عندي اهتمام بالسيارات واهتمام برياضة الانجراف، وبلشت القصة يعني. فمن رجعت العراق بال 2014 سويت أول مضمار هنا كان يخص رياضة الانجراف، وبلشنا بهاي القصة ويعني ومشت الأمور. هسه يعني وصلنا بيها مراحل يعني لا بأس متقدمة. اي يعني هسه صار عندنا سيارات هواي، صار عندنا سيارات نقدر نقول عليها سيارات احترافيه مصروف عليها مبالغ. يعني احنا نعرف هذه خلينا نقول المهنه او الهوايه هي مهنه خطره، لان تعرف سيارات. شنو ادوات الامان اللي او شنو اجراءات الامان اللي حققتها لنفسك حتى تتجنب انه تاذي نفسك؟ شوف، هو بكل شيء لازم هو احنا نقول موضوع الامان اولا. برياضه السيارات دائما اكو اشياء تتخذها حتى انت تحافظ على نفسك اولا، وتحافظ على اللي موجودين ان كان جمهور ان كان ستاف اللي بالساحه وغيرها. اولها واهمها هو البدله، بدله السباق، انه تكون هي بمواصفات قياسيه توالم السباق اللي انت بيه. بالضبط، يعني هاي الامور اللي هي قلت لك، البدله انه تكون ضد الحريق، الجفوف، الخوذه الى اخره. هذا السيفتي الاول. السيفتي الثاني، السيارة تكون مجهزة لسباق المعين، من ضمنها اللي هو القفص الحديدي أو الرول كيج. أيضا أكو أشياء تأخذ بفحص السيارة، الفاحصين من يفحصون إنه السيارة ما يكون بها تهريب زيت، ما يكون بها تهريب بنزين، وإلى آخره من هاي الأمور اللي تأخذ بنظر الاعتبار. إضافة إلى موضوع الساحة أو التراك يكون منظم ومجهز للسباق هذا المعين، حتى واحد إنه يتلافى الحوادث، وإن كان أكو حادث لا سامح الله يعرف أنه يتعامل وياه.